بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الشيخ الأكرم الأجل المحترم الأخ الفاضل صالح بن أحمد بن سعيد الحبسي سلمه الله تعالى وعافاه. السلام عليكم ورحمة الله. سنبدأ حديثنا اليوم من الحارة، وهذه حارة بالمناسبة، الحارات في عمان يفوق عددها 1000 حارة قديمة بمختلف مستوياتها. هذه الحارات منها التي لا زال قائم، منها الآيل إلى السقوط، منها الذي لم تبقى منه إلا الأطلال. لماذا نقول الحارة؟ موضوعنا الرسائل. الرسائل هي موروث من مواريث هذه الحارات. يعني لو عملنا جولة داخل هالحارات ودخلنا البيوت القديمة وفتشنا وحاولنا أن نصل للتفاصيل، أعتقد سنخرج بالكثير من الرسائل. هذه الرسائل الورقية، ناهيك عن الرسائل التي قد نجدها على الجدران. بعض البيوت أرخ في الجدران لأحداث معينة وكتبت فيها رسائل معينة. الحارة اللي احنا فيها هذه في ولاية المضيبي، وتسمى هنا الحارة القديمة تسمى الحجرة، والحجرة هذه أحد مداخلها، هذا مدخل غربي، لها مدخل من أو مداخل من كل الجهات، ومن السوق سوق المسيلة الذي يأتي خلف هذه الحارة. هذه المرة دخلنا أحد البيوت ومثل ما يقولوا فتحنا السحارة القديمة وطلعنا منها شيء. طلعنا منها الجزء اليسير، مجرد إشارات سنتعرف عليها في الدقائق القادمة. فإنا نحمد الله إليكم بخير وعافية. لقد وصلنا الوطن بحال السلامة، ووجدنا الإخوان والأولاد بخير ومسرة، ولا علم نحرره لحضرتك إلا إعلامكم وإهداء التحية إليكم، آملاً أن تشرفونا. لعل أقدم وظيفة ظهرت مع الدولة الإسلامية هي وظيفة الكاتب بالعدل، وإن أخذت أكثر من مسمى ككاتب الصكوك. وهنا في عمان هذه الوظيفة ظلت طوال هذه السنين وهذه العهود، وتبعت لأكثر من مؤسسة رسمية حكومية ذات صلة بهذا الشأن. الرسائل اللي وقعنا عليها اليوم هي لأحد الشخصيات من هنا من ولاية المضيبي الذي اشتغل في هذه المهنة، هو صالح بن أحمد بن سعيد الحبسي. وشخصية كهذه لابد أن تحتفظ بشيء، ولابد أنها ستورث شيء. ابنه أحمد بن صالح حافظ على بعض من هذه المكاتبات وما وجده مثل ما قلنا في السحارة، سنطلع عليها أكثر. هذه الرسائل في وقتها كانت وسيلة مهمة جدا للتواصل بين الناس من قريب أو من بعيد، سواء من عمان من بلد إلى بلد، أو من إفريقيا، أو من ناس كانوا يسافروا إلى السعودية والكويت لطلب الرزق، ويرسلوا هذه الرسائل بكثرة بكثرة. فهي كانت حقيقة الوسيلة الوحيدة يعني للتواصل الاجتماعي، وحتى التواصل في المجال التجاري والاقتصادي وحتى في المجال السياسي، التواصل بين الحاكم والمحكوم، كانت هذه الرسائل.
ماشي، كانت وسائل هاتف والبرقية نطاقها محدود جدا جدا، كان محدود في الأمور المستعجلة أو الطارئة أو الضرورية اللي هي تستدعي الاستعجال. أما هذه الرسائل هي المألوفة يعني لجميع المستويات ولجميع الأغراض، الأغراض التجارية والأغراض الاقتصادية والأغراض الاجتماعية، وخصوصا كان المراسلات بكثرة بين إفريقيا وبين عمان، لأن كثير من العمانيين موجودين هناك كانوا في ذاك الوقت، وكانوا موجودين حتى كان أتذكر لما الوالد يسير الحج في ذاك الوقت، لأنها الوسائل بدائية كانت، كان يكتب رسائل عدة مرات وتوصل الرسائل لغاية ما يرجع، يعني الرسالة لعلها تأخذ أسبوع أسبوعين وتوصل الرسالة، وكيف نحن نفرح بها لما توصل ذيك الرسالة ونقراها، وكل واحد يأخذها من جانب وكل واحد يأخذها من جانب. نستعرض بعض الرسائل التي وصلت إلى صالح بن أحمد الحبسي. في هذه الرسائل الحقيقة احنا نتجاوز الكثير من التفاصيل، هناك خصوصيات في الرسائل فهذه كثيرا ما نتجاوزها. هذه الرسالة تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى الشيخ الأكرم الأجل المحترم الأخ الفاضل صالح بن أحمد بن سعيد الحبسي، سلمه الله تعالى وعافاه، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، نحمد الله إليكم بخير وعافية، لقد وصلنا الوطن بحال السلامة ووجدنا الإخوان والأولاد بخير ومسرة، ولا علم نحرره لحضرتك إلا إعلامكم وإهداء التحية. دائما الرسائل فيها هذه العبارة، يعني يوازيها يعني الشيء علوم لا مش علوم، فيقول لك لا علم لنا، رغم أنه بعد شوية الرسالة فيها أحداث ربما. فيعلمه هنا أن الشيخ قد كلفه بالسير إلى القريتين اللي هي في ولاية إزكي، ويذهب هناك لموضوع فيه تقاضي وكذا، ويعني هو يعلم صديقه أو المرسل إليه الرسالة يمكن هنا الحدث، أن نحن رايحين المكان الفلاني للموضوع الفلاني. فذكر أنه المسير إلى القريتين وإلى بلدان العوامر في هذه الجهة، يعني جانب إخواني في الرسالة إلى حد كبير، ويتبعه أيضا بنصيحة من عنده، هذه وقعنا عليها في أكثر من رسالة، أنه أحيانا يقترح عليه دواء معينا لمرض معين، يعني في ظل شح المؤسسات الصحية وشح الأدوية، أيضا الناس كل ما تعرف شيء تقترح على بعضها بعض الأدوية، وإذا جت أدوية من الخارج يعني يفرحوا بها كأدوية حديثة وتقترح، أو تقترح بعض الأشجار أو وهكذا. عموما يعني ما أشير إليه أنه هو يقترح على صاحبه نوع من التداوي. اللي أرسل هذه الرسالة هو علي بن ناصر بن عامر الغسيني، نعتقد أن الرسالة قادمة من بدية إلى المضيبي. هذه رسالة، رسالة أخرى يعني إلى نفس الشخصية، إلى حضرة إجلالة المحترم الشيخ صالح بن أحمد بن سعيد الحبسي
أبقاه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، أعرف ما أو ما أعرفك به، فقد جينا المضيبي حادي القعدة، وقال لنا الأخ عبد الله أن الوالد في العينين. على فكرة، بين المضيبي والعينين الآن لن تعرف الفرق، وأصلا الفارق ما يجي كيلو متر واحد، لكن في ذلك الوقت تبين أن هذه مدينة وهذه مدينة، أو هذه قرية وهذه قرية، ولأن وسائل التنقل وسائل متواضعة، دواب وما شابه أو على المشي، فالبعد يبين في هذاك الوقت. يعني بالنسبة لنا اليوم لما نقرأ معلومة كهذه كأنه نقول يعني ليش يكبروا السالفة، يبعدوا المسافة، في ذاك الوقت فعلا المسافة بعيدة. هذه الرسالة أيضا، بما أن احنا نبحث عن بعض العبارات المتداولة، يعني بعد ما طرح عليه الموضوع يقول له: واجعلنا بالبريان والباري يحفظك. ويعني يستبري منه لا يكون مقصر في شيء. بعد هذه الرسالة، في نفس الرسالة هناك إقرار، أعتقد استقباض، يقول الكاتب: ليعلم من يقف على كتابي هذا ويراه من المسلمين بأني قد استقبضت من عند صالح بن أحمد بن سعيد الغساني. هو هنا ذكر الحبسي، هنا الغساني، عموما الغساني هو حبسي هنا في المضيبي. ويذكر أيضا الصرف في ذلك الوقت: كذا وكذا قرش فرنس. قرش فرنس هو يعني دولار ماري تريزا أو ريال ماري تريزا معروف، عن حساب الصرف 2000 دينار البحريني. فهو يقارن هنا حتى يقرب الصورة بالدينار البحريني آنذاك. مما ورد في هذه الرسالة أيضا هو يعني يبدو فيها شراء عن 300 رمية، إلا 12 رمية، الباقي عندك من الأمانات. عموما الرمي في ذاك الوقت مسألة مهمة أيضا، في ظل ضعف الأمن الشخصي كان لابد أن كل شخص عنده سلاح، بل أنه الولد إذا كبر وشاب قال لازم يكون عنده سلب، يعني لازم يكون عنده سلاح، وما يطلع من بيته ما متسلح، أقلها أقلها الباكور أو العصا. هذه أدنى صور السلاح اللي يأخذه الشخص معاه. إذا في ذاك الوقت هذه كانت من الأولويات ومن الأشياء المهمة، الأسلحة الشخصية إن صح، اللي نسميها اليوم الأسلحة التقليدية. بنتكلم عن كاتب الصكوك، ينبغي أن تتوفر فيه النزاهة والأمانة، وأن يكون عارفا بالأصول، أصول يعني القاعدة الكتابية، ما يجوز وما لا يجوز شرعا، وأن يكون عارفا بالعادات والتقاليد والأعراف، لأنها لها علاقة أيضا بالصكوك، وعادات البلد أيضا لها دور. هذا ما يتعلق ولذلك كان الوالد من صغر سنه، وهو كان لازم والده اللي كان هو قائم بالمهمة هذه يعني، وانتشى على هذا لما كبر، عاد كان عنده خلفية، والأمان الحمد لله أيضا متوفرة. أما ما يتعلق بكتابة الرسائل، ينبغي أن تكون عنده المحافظة على السرية، لأن ربما من يأتيه ليكتب له رسالة يكون الموضوع فيها في سرية، ويحتاج إلى سرية، يحتاج ما يبوح عند كل واحد يعني بمضمون الرسالة، بحيث أنها تصل الرسالة بسريتها إلى صاحبها.
الرسالة الأخيرة هي رسالة عتاب، إحنا نقرأها من باب أيضا نعطي نموذج. هذا نموذج فيه عتاب، واللي مرسل من بعيد، مرسل وهو في إفريقيا، فيقول لصديقه أو للمرسل إليه: إلى حضرة الشيخ الأجل الأكرم المحترم المود الأخ صالح بن عبد الله بن سعيد بن مرهون الحبسي أبقاه الله تعالى، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، على الدوام، تحية. أما بعد، أعرفك من مدة لم أقف منك على بيان، ما أدري المانع وما هذا المرجى منك، أرجو كتبك متصلة لا منفصلة. وإلى آخر الرسالة، يعني فيها شوية عتاب. نلاحظ عموما في المراسلات بعض العبارات نجدها في معظم المراسلات، نجد مثلا عبارة رسالتك أو كتابك أو البروة أو الخط وصلني وفهمت ما فيه أو وفهمنا ما فيه، هذه دائما موجودة. نلاحظ: وذلك لتعلم، يأكد أني أعلمك بهذا الشيء. نلاحظ التاريخ، التواريخ دائما موجودة في الرسائل، يعني هذه عناصر أساسية في مثل هذه الرسائل اللي تناولناها اليوم، تقع بين عام 1389 أو قبل بقليل، يعني على نهايات الستينات قبل النهضة بزمن قصير. إلى اللقاء.